بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المتابعين الكرام، وحييكم من إذاعة ومرئية النهرين من وسط لأقدم لكم النشرة المسائية المفصلة، أبدأها مع العناوين. انعقاد ندوة جماهيرية في حي الجهاد بحضور المسؤولين لإيجاد الحلول لمشاكل مشروع الحي. أبناء الكوت يعبرون عن استغرابهم من التذبذب في تجهيز الكهرباء بين منطقة وأخرى والاختلاف بين أسعار أجور المولدات. قوات الجيش العراقي تواصل ملاحقة الجماعات الإرهابية في منطقة البوبالي في الرمادي. مجلس الأمن الدولي يعرب عن دعمه للحكومة العراقية في عملياتها ضد الإرهاب. أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل النشرة. ما يزال تلكؤ مشروع حي الجهاد يؤرق أبناء المنطقة بسبب الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من بقاء الحفريات وانتشار المياه والمستنقعات، ولأجل إيجاد الحلول لهذه المشاكل التي ظهرت بعد توقف الأعمال التطويرية وعدم تمكن الشركة المنفذة من إكمال الأعمال، عقدت ندوة جماهيرية حضرها مسؤولون في الحكومتين التشريعية والتنفيذية، واستمعوا إلى تلك المشاكل واعدين بإيجاد الحلول التي تتمحور بسحب العمل من الشركة وتحويلها للقضاء الذي من المؤمل أن يبت فيها خلال 6 أشهر، فيما ستكون الحلول الآنية بردم المستنقعات وإكساء الشوارع بمادة CBS. كان لطرح مشاكلهم في المنطقة على المسؤولين الذين حضروا هذا اليوم إلى هذا المكان. هو المنطقة تحولت إلى مستنقعات من المياه الآسنة، وكانت فيها شركة تلكأت في العمل وتم سحب العمل منها وتحولت إلى القضاء. ناقشنا موضوع المنطقة فكان الرد هو تحولت إلى القضاء وتمتد هذه الفترة لمدة 6 أشهر أو أكثر، ولكن وعدونا خيرا بأن هناك حلول آنية. الحكومة المحلية حاولت بكل الطرق أنه تشملها بمشاريع، وخصوصا ما يتعلق بالشركة التي تعمل في هذه المنطقة. حقيقة الحكومة المحلية يعني أرثت من الحكومة السابقة شركات متلكئة حقيقة، يعني مدخل محافظة تكون من جهة بغداد، الحيدرية وحي الجهاد، وهذه الشركات متلكئة جدا. حاولنا أن نصلح الحال، أعطينا فرصة للشركة في حي الجهاد أن تتقدم بالعمل، لكن لم نجد أي تعاون من قبل الشركة باتجاه تحسين العمل وتطوير العمل ونحن في فصل الشتاء. حاولنا أيضا من جانب آخر نقوم بعملية تسريع للعمل، وحصلنا موافقات إلى أن اصطدمنا بأن تسريع العمل يحتاج إلى أموال إضافية، والقضاء لا يسمح بإضافة أموال، والأموال المحددة لا تكفي بإكمال المشروع إلا أن يكون سحب عمل. وتم اتخاذ الإجراء القانوني هو سحب العمل، وتعرف الإجراءات اللي تترتب على سحب العمل من إدخال الشركة بالقائمة السوداء وكذلك تنفيذ العمل على حسابه. القناة اللي وصلها الآن هي القناة القضائية، واللي إن شاء الله احنا كل الثقة العالية بالقضاء العراقي. هناك توجيه لآليات الجهد الهندسي في قضاء الكوت إلى منطقة حي الجهاد لقشط الأتربة والأنقاض والأطيان في هذه المنطقة. تم تحقيق هذا اللقاء الجماهيري للوقوف عن تردي الواقع الخدمي وأسبابه وتلكؤ المشاريع وأسبابها وإيجاد حلول لتقليل معاناة المواطن في هذه المدينة الطيبة، وبنفس الوقت تم الإعاز إلى الدوائر ذات العلاقة ومنها دائرة الماء ودائرة المجاري ودائرة البلدية ومديرية بلدية واسط والجهد الهندسي في المحافظة لحقيقة تحقيق حملة شاملة في هذه المنطقة لتجفيف المستنقعات وردم الحفر اللي موجودة في المنطقة وبنفس الوقت تعبيد الطرق.
شهر العسل الذي تمتع به أبناء الكوت مع عروسة البلاد الكهرباء الوطني قد انتهت بالمشاكل، ولن تحلها جلسات التراضي بين الطرفين، وقد يصل الأمر إلى المحاكم الشخصية للنطق بحكم الطلاق بين المواطنين والكهرباء الوطني. أبناء محافظة واسط استغربوا من تذبذب التيار الكهربائي وانقطاعه بين منطقة وأخرى، بالإضافة إلى الاختلاف بين أسعار المولدات الأهلية. كانت الكهرباء جيدة جدا أو فوق الجيد نسبة التشغيل فيها، وكانت نسبة الانطفاء قليلة جدا يعني، وكانت 100% الكهرباء جيدة. أما الآن فبين مناطق ومناطق الكهرباء جيدة والإطفاء يعني قليل في مناطق معينة، أما في بعض المناطق فالإطفاء قد يصل إلى 10 ساعات أو فوق 10 ساعات. إحنا ناشد وزارة الكهرباء بتحسين واقع الكهرباء إلى الأفضل كما كان في الأشهر السابقة، ومنع هذه الظاهرة اللي هي بين مناطق ومناطق تجي كهرباء أو تنطفي. الكهرباء مو زينة عمي، هسه حاليا الكهرباء مو زينة. قبل أشهر الكهرباء كانت زينة ومتحسنة، حاليا الكهرباء زفت، أصحاب المولدات ما يشغلون، اكو قسم ياخذون 15 على الخمسة امبير، وهسه طلبوا من عندنا 20. زين احنا 20 منين نجيب؟ قال زي يطوهم ما يطوهم ما نعرف. زين مجلس المحافظه شنو دوره؟ غير يحكي يشوف يطلع عليه. احنا بالزهراء ياخذون من عندنا 20، زويري جات ياخذون من عندهم 15، الانوار ياخذون 15. فاريد نعرف شنو هو، وين مجلس محافظه، وين اللجنه هاي المشرفه على الغاز؟ يطوهم ما يطوهم. الناس قام تشتري صوبات كهربائية بدها تسل جاي تنقطع، يعني أصبحت معضلة العصر الكهربائية. مسؤول السلع الكهرباء ما يجاوبك السؤال تارك، يعني هذوني يعني بلد خزينة 120 مليار دولار، صار 10 سنين كهرباء، يطلع وزير الكهرباء يقول راح نصدر كهرباء، يا بي الكهرباء ما مضبوطة داخل المحافظة، شو نصدر منها؟ في إطار عملية ثأر القائدي محمد، تواصل القوات الأمنية العراقية عملياتها في ملاحقة الجماعات الإرهابية ودك أوكارهم في الرمادي، حيث ضربت أوكار الإرهابيين في منطقة البوبالي وألحقت بها خسائر فادحة. تستمر المعارك في محافظة الأنبار غرب العراق بين الجيش العراقي ومسلحي القاعدة. ففي مدينة الرمادي التابعة للمحافظة انحصر القتال إلى منطقتين أساسيتين يتحصن بها مسلحو تنظيم داعش: الخالدية شرق المدينة التي تعتبر المعقل الرئيس للمسلحين، ومنطقة البوبالي التي يشتد فيها القتال بهدف تحريرها من سيطرة داعش، فيما استطاعت الطائرات العراقية تدمير 60% من قدرة المسلحين بحسب قائد القوة الجوية العراقية الفريق أنور أمين، وهي تنفذ 400 طلعة جوية باليوم الواحد. ستكون حرب معلنة إلى ومفتوحة، لن تقف عند حد هذه العملية العسكرية، لكن العنصر الفاعل والحاسم بها سيكون أهالي الأنبار وليس الجيش العراقي وحده. أما مدينة الفلوجة فلا تزال قوة الأمن تسيطر على منافذها لمنع المسلحين من الهرب منها إلى المناطق المجاورة، فيما تواصل عشائر المدينة القتال ضد المسلحين في وقت فتحت الجوامع أبوابها للمصلين بعد أكثر من عام على إغلاقها بسبب ما كان يعرف بساحات الاعتصام. الوضع في الأنبار سوف يحسم لصالح تحقيق الأمن وطرد كامل لكل هذه العناصر المجرمة الخارجة عن القانون والتي تستبيح الدماء والأعراض والممتلكات. مصادر كشفت عن اعترافات لأحد المعتقلين في مدينة الأنبار اعترف فيها بعقد لقاء سري جمع القيادي البارز في تنظيم داعش شاكر ويب قبل مقتله، وناطق رسمي بإحدى الكتل السياسية لم يسميها، مع ممثل عن المخابرات السعودية لتسليم وهيب 150 مليون دولار و60 سيارة نوع بيك أب صنعت خصيصا للسعودية. أعرب مجلس الأمن الدولي يوم أمس عن دعمه لجهود الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب والجماعات المسلحة التي وجدت مواطئ قدم في عدد من مناطق البلاد، خاصة في مدينة الفلوجة، حيث أعرب أعضاء مجلس الأمن 15 عن دعمهم وإسنادهم لقاء
قرار الحكومة العراقية بملاحقة الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة، لا سيما ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. وقال أعضاء المجلس في قرار لهم أنهم يدعمون توجهات الحكومة العراقية لملاحقة الإرهاب. فشلت جماعات المعارضة في سوريا من تشكيل ائتلاف جديد بشأن المشاركة في مؤتمر جنيف 2 والذي سيعقد الشهر الجاري، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الإسبانية مدريد. يأتي ذلك في إطار أو في وقت يواصل الجيش السوري عملياته النوعية في ملاحقة الجماعات المسلحة. فيما تتواصل التطورات الميدانية في العديد من المناطق السورية ويستمر تقدم الجيش السوري على العديد من المحاور موقعا خسائر كبيرة في صفوف المسلحين كما حصل في حمص، تأخذ الحرب الطاحنة بين ما بات يعرف بتنظيم داعش من جهة وما يسمى بجبهة النصرة وباقي الجماعات المسلحة من جهة أخرى منحا جديدا بسقوط 500 قتيل بين صفوفها بحسب مصادر معارضة، إضافة إلى الضحايا من المدنيين المتواجدين في مناطق الصراع بين الجماعات المسلحة والذين يتم تغييب أعدادهم. مصادر أهلية أكدت أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي داعش وما يسمى بالجيش الحر في مساكن هنانو أسفرت عن مقتل قائد ما يسمى بكتيبة عباد الرحمن في وقت انفجرت فيه سيارة مفخخة أرسلها مسلحو داعش قرب حاجز لمسلحي النصرة في بلدة تديل بريف حلب مخلفة قتلى وجرحى. وفي الرقة أسفرت الاشتباكات الطاحنة بين الجماعات المسلحة بعضها البعض إلى مقتل المدعو حسين الجولاني أحد القادة العسكريين فيما يسمى بجبهة النصرة والمدعو حمدون النمر قائد ما يسمى بكتائب حذيفة بن اليمان. يريد الفكر الوهابي التكفيري السعودي أن يصدر للعالم أن هناك إرهابا مقبولا، وهو ما عبر عنه في الجبهة الإسلامية التي تشكلت من 6 فصائل وما عبر أيضا عليه من جيش المجاهدين الآن. هذه الغاية الأساسية منها التبرؤ من داعش والنصرة وتسويق أمام العالم أن هناك معارضة إرهابية مسلحة مقبولة. وفيما تتسع مساحة المعارك الطاحنة المتواصلة منذ أيام بين فصائل مسلحة تقاتل بعضها البعض في الشمال السوري، تصاعدت وتيرة تفجيرات السيارات المفخخة، فقام داعش بتفجير عدد منها على حواجز يسيطر عليها حلفاؤها السابقون. وأعلن ما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض سقوط قتلى بتفجير استهدف حاجزا للمسلحين في مدينة الباب بريف حلب، ووقعت تفجيرات مماثلة في حريتان وجرابلس. أعلن كبير المفوضين الإيرانيين عباس عراقشي أنه تم التوصل إلى حلول لجميع نقاط الخلاف مع مجموعة 5+1 خلال المباحثات التي جمعت الطرفين في جنيف في يومي الخميس والجمعة، موضحا أن الاتفاق بين ممثلي إيران والدول الستة على مستوى المدراء السياسيين سينقل إلى العواصم ذات الصلة للتصديق نهائيا عليها. وقال إن الخلافات الفنية والسياسية بين إيران و5+1 سويت من خلال آلية، وأن القرار النهائي بشأن تسوية القضايا العالقة فيما يخص تطبيق اتفاق جنيف بين العواصم سيتم في تلك العواصم، على أن تعلن النتيجة خلال اليومين المقبلين. أعرب البيت الأبيض يوم أمس عن أمله في أن لا يصوت الكونغرس الأمريكي على فرض حظر جديد على إيران، إلا أنه امتنع عن التأكيد كما فعل في كانون أول بأن مثل هذا النص لن يقره مجلس الشيوخ. وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: نأمل دائما أن لا يتبنى الكونغرس مثل هذه العقوبات بسبب التأثير السلبي الذي سينتج عنها على صعيد المفاوضات الجارية وعلى إمكان حل هذه الخلافات بطريقة سلمية. وأضاف: لكنني لا أريد أن أتكهن في أمور تشريعية. ويتباين التعليق كارني عن التصريحات التي أدلى بها في 19 من كانون الأول في الموضوع ذاته.
سلمت القوات اللبنانية جثة الإرهابي ماجد المجد إلى السفارة السعودية في بيروت. ماجد المجد الذي توفي في مستشفى عسكري بعد إلقاء القبض عليه من قبل الجيش اللبناني. جثة داخل نعش، عاد السعودي أمير كتائب عبد العزام ماجد المجد إلى وطنه. الساعة 7 مساء كان موعد رحلة العودة من بيروت إلى الرياض على متن إحدى طائرات الخطوط العربية السعودية في رحلتها العادية، وذلك بعد قرار النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود تسليم جثة الماجد إلى السفارة السعودية تمهيدا لنقلها إلى المملكة لدفنها هناك بناء لطلب ذويه. وبناء عليه قامت الطبابة العسكرية اللبنانية بتسليم جثة الماجد إلى السفارة السعودية في بيروت، وذلك عند مدخل المستشفى العسكري بعد استكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة. وبالفعل ووسط إجراءات ومواكبة أمنية مشددة للغاية وصلت الجثة إلى المطار ونقلت مباشرة إلى الطائرة السعودية. المنار حصلت على صورة خاصة لشهادة نقل النعوش الخاصة بجثة الماجد، وهي بمثابة إذن بنقل الجثة تصدر عن مركز الحجر الصحي في المطار، بالإضافة إلى بوليصة التحميل والتصدير وفيها البيانات الخاصة بالنعش الذي ينقل جثة الماجد. كما حصلت المنار على صورة من داخل أحد الأقسام الداخلية للمطار أثناء إتمام عملية نقل النعش إلى الطائرة السعودية. وكان السعودي ماجد الماجد المنتمي لتنظيم القاعدة قد فارق الحياة في المستشفى العسكري بعد أن ألقى الجيش اللبناني القبض عليه قبل نحو أسبوعين. ختام النشرة تذكير بعناوينها. انعقاد ندوة جماهيرية في حي الجهاد بحضور المسؤولين لإيجاد الحلول لمشاكل مشروع الحي. أبناء الكوت يعبرون عن استغرابهم من التذبذب في تجهيز الكهرباء بين منطقة وأخرى والاختلاف بين أسعار أجور المولدات. قوات الجيش العراقي تواصل ملاحقة الجماعات الإرهابية في منطقة البوبالي في الرمادي. مجلس الأمن الدولي يعرب عن دعمه للحكومة العراقية في عملياتها ضد الإرهاب. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البث وقسم الأخبار في قناة النهرين. أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.